التعبير عن فكرة حرة، التعبير عن ثقافتنا سواء بالموسيقى أو بالشعر أو بالمسرح. الناس أصرت على إتمام عرضها أمام العرض المسرحي. في ناس متطرفين، في ناس أصحاب فكر ضيق واقفل لهم بمدافع واقفل لهم بمتنازير بيحاولوا يمنعوهم. أنا بحيي كونتيننتك ازاي يعني؟ اولا انت عمرك ما كونتيننتي ابدا، انا ماليش غير ليله واحده، الحاجه ام امين وماجد مجنونه من زمان. انت مجنونه ده انت ولا متخرج؟ لا يا شيخ. على لا معلش ولا تاني. هو ما عديش. المهم اللي احنا نشتغل، والمهم اللي احنا ننتج، والمهم اللي احنا كمان ننبسط. نتفرج على الفن ونسمع طرب، ما نتكلمش على بعض، ما نحكيتش على بعض. لو عملنا ده هننتج كتير جدا، وقلبنا هيطهر كتير جدا، وربنا هيوفقنا كتير جدا.